المفوضية تتوعد بعقوبات ضد المرشحين للانتخابات في حال حصولهم على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية. تيار الإصلاح الوطني يواصل ندواته التثقيفية لرفع الوعي الانتخابي ويشدد على أهمية دور الشباب في التغيير. تركيا تجدد تهديدها دخول قضاء سنجار في أي وقت بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني. لا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة. مسيرات العودة الكبرى إحياء لذكرى يوم الأرض تعم مدينة غزة، وهنية يجدد رفض المقاومة للمساومة والاعتراف بالكيان الإسرائيلي. أصبتم مساء مشاهدين الكرام، نشرة أخبار الواحدة تأتيكم من بلاد الفضائية، وهذه تفاصيلها. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين إلى يوم 14 من نيسان المقبل. عضو المفوضية حازم الرديني أوضح أن قرار تأجيل موعد انطلاق الدعاية الانتخابية جاء لتزامنه مع زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، فيما دعا الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات للالتزام بالموعد الجديد وعدم المخالفة. بين ترقب المواطن للانتخابات البرلمانية المقبلة لتغيير الواقع السياسي، يبقى هاجز التزوير حاضرا بعد لجوء بعض الكتل الفاسدة إلى شراء أصوات الناخبين نتيجة إفلاسها السياسي وغياب مشروعها الانتخابي. التفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. يبدو أن الفاسدين قد افتقدوا احترام المنافسين وطرح برامج انتخابية ومرشحين أكفاء، وبات فقر المواطن وقلة وعيه الانتخابي أداة تستدعى في أوقات حاجتهم، ثم يتركونه وحيدا يصارع ضغوط الحياة. هكذا يمكن أن يلخص المشهد الانتخابي لدى الكتل السياسية المفلسة، مشهد كيف يبنون وطنا على مقاس طموحاتهم وكيف يصنعون مواطنا مؤهلا لرؤية إنجازاتهم الوهمية بوصفها آيات أتت من فوق سماوات سبع. الإفلاس الانتخابي لبعض الكتل وثقتها بعدم كسب أصوات المواطنين في الانتخابات المقبلة دفعها للالتفاف على العملية الديمقراطية والتخفي خلف وسطاء يقومون بشراء بطاقات الناخبين ولا سيما في المناطق المحررة. واختلف سعر شراء البطاقة بحسب حجم وتمويل الجهة السياسية التي تنجح بإقناع الناخب ببيع بطاقته وأهمية المنطقة، حيث مراكز المدن ترتفع فيها الأسعار لتصل إلى 500 دولار للبطاقة الواحدة. وبالحديث عن بورصة بيع البطاقات الانتخابية، فإن أسهم محافظة الأنبار تتصدر سوق التزوير، والحديث هنا عن بيع 48,000 بطاقة انتخابية في عموم المحافظة. وبحسب متابعين، فإن على أقل تقدير ستقوم الجهة التي اشترت البطاقات بإتلافها لإسقاط حق التصويت بدوائر انتخابية محددة، إذ لم تستطع إتمام الصفقة للنهاية والتصويت بها لصالح جهة معينة. مفوضية الانتخابات من جهتها وحفاظا على سلامة ونزاهة الاستحقاق الدستوري اتخذت عدة قرارات تتمثل بسحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف يثبت رسميا وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين، فيما أشارت إلى إحالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الإلكترونية الانتخابية الخاصة بهم إلى القضاء العراقي. ومن المقرر أن يشارك نحو 7,000 مرشح في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 من أيار المقبل بمشاركة 206 أحزاب وكيانات سياسية يتنافسون على 329 مقعدا. أمير غازي، قناة بلادي. حذرت لجنة النزاهة النيابية من عودة الفاسدين إلى الحكم مجددا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومحاسبتهم على ما فعلوه. عضو اللجنة النائب بهاء جمال الدين قال
إن هيئة المساءلة والعدالة لم تكن موفقة في عملها، خاصة وأنها لم تقم بإبعاد المفسدين عن الترشيح للانتخابات مرة أخرى، مبينا أن الصفقات السياسية والمحسوبية لعبت دورا فاعلا في إعادة من سرق المال العام وأضر بالشعب العراقي. مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية، يواصل تيار الإصلاح الوطني ندواته التثقيفية، حيث أكد على ضرورة أن يكون هناك دور للشباب في التغيير بالانتخابات القادمة من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار الشخصيات الكفوءة والقادرة على بناء المجتمع والدولة. دعوة وجهت من قبل تيار الإصلاح الوطني في المثنى لمشاركة الشباب في الاستحقاق الانتخابي المقبل. الدعوة جاءت بعد محاولات بعض الجهات للتأثير على تلك الشريحة من دون الوصول لصناديق التغيير، فالتوجه هو بأعداد كبيرة من أهم علامات نجاح الانتخابات البرلمانية. تغيير من الشباب بأن تعتبر الطبقة المثقفة بكل بلد، وهي أساس التغيير، هي أساس الطموح، هي أساس الفكر. فإحنا نأمل من الشباب أن تكون قدوة كل محافظاتنا للتغيير واختيار الإنسان الكفوء. ناشطون من شريحة الشباب اعتبروا أن الفترة المقبلة تتطلب التوجه الحقيقي لمشاركة فاعلة بالتغيير، تغيير لا يتحقق إلا بالاختيار الصحيح. الشباب يدعمون هذه العملية من خلال التحرك والدعم وتوجيه الشباب للمشاركة الواسعة بالانتخابات، تحديث بياناتهم وقطع السبيل أمام المزورين، أمام العابثين بأمن البلد. لكن الأوساط الشبابية في المحافظة تصر على الذهاب للانتخابات لتشارك مع بقية شرائح المجتمع، فعلى الرغم من عدم تلبية احتياجات الشباب بالدورة البرلمانية الحالية، إلا أن التفاؤل كان حاضراً بالمشاركة. أحث الشباب على الوصول إلى الانتخابات والحضور يوم الاقتراع، أولاً للتغيير، ثانياً للتأكد من المرشح. حسب فتاوى السيد السيستاني يقول التأكد من المرشح بنفسك، يعني على كل واحد أنه يتأكد من المرشح بنفسه ولا أنت صوت لأي شخص، حتى لا تتكرر نفس الوجوه الفاسدة والقضاء والتغيير بشكل عام. وثمن الشباب بالمثنى الدعوات التي نادى بها تيار الإصلاح الوطني لمشاركتهم بيوم الانتخابات، لا سيما وأن هذه الدعوات تهدف لاختيار العناصر الكفوءة القادرة على التغيير في انتخابات مجلس النواب المقبلة. من محافظة المثنى، علي حداد، بلاد الفضائية. الانتخابات النيابية المقبلة في محافظة ذي قار تشهد قلة في عدد المرشحين مقارنة بالأعوام السابقة. مراقبون عزوا هذا الأمر إلى قلة الدعم المالي لتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين. على الرغم من الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية للكثير من الكيانات والأحزاب السياسية، إلا أنه أبرز ما يميز انتخابات هذا العام هو قلة عدد المرشحين مقارنة بالأعوام السابقة، فهنالك عدد من الكيانات اكتفت بأعداد قليلة وانضمت بتحالفات مع أحزاب أخرى. شهدت العملية الحالية تناقص بأعداد الأحزاب المتنافسة وأعداد المرشحين، حيث كان عندنا في انتخابات 2014 27 كيان سياسي متنافس في ذي قار، وعددنا عدد مرشحين أكثر من 670 مرشح، وبالتالي العدد قل إلى أكثر من 30 في الانتخابات المقبلة إن شاء الله. أعتقد أنه السبب في هذا هو الإخفاقات التي تعرضت لها الحكومات السابقة وكذلك البرلمان في تشريع قوانين يعني معطلة أو قوانين أصبحت معطلة، ودفع المرشحين إلى عدم الترشح أو دفع المواطنين إلى عدم الترشح لعضوية مجلس النواب. مدير مفوضية الانتخابات في ذي قار أكد أن عدد المرشحين تراجع إلى أقل من النصف، بعدما كان في ذي قار من المحافظات المتقدمة بعدد المرشحين الذين يتنافسون للوصول إلى البرلمان، خاصة وأن عدد مقاعد المحافظة في التمثيل النيابي هو 19 مقعدا. لحد الآن سجل لدينا 279 مرشح بواقع 75 امرأة، من ضمن 10 قوائم انتخابية، 7 تحالفات و3 أحزاب منفردة. عزوف المرشحين للدخول خلال هذه العملية الانتخابية
عدد من الأسباب تقف وراءها. يعني كمحافظة أعتقد أنه وصول عدد المرشحين المقدمين إلى مفوضية الانتخابات في ذي قار إلى النصف يمكن بحسب آخر الإحصائيات جملة من الأسباب يقف وراءها، أعتقد هو الإمكانية الكبيرة، الإمكانيات المالية التي ستدعم عملية الدعائية لهذه المرشحين، تحتاج إلى يعني مصادر أموال لتمويل الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين. على الرغم من قلة المرشحين مقارنة بالانتخابات السابقة، إلا أن جاهزية الكتل السياسية والأحزاب والمرشحين واضحة للمنافسة من خلال برامجهم الانتخابية، وتقع المسؤولية أخيرا في ملعب المواطن ليختار الأفضل والأصلح لتمثيله تحت قبة البرلمان العراقي. مروى الشمري، قناة بلادي، الناصرية. أكد النائب عن التحالف الوطني أحمد صلال البدري أن الدعوى القضائية التي رفعها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن الموازنة تحمل بعدا سياسيا وليس قانونيا. البدري قال إن الموازنة لم تكن مخالفة للدستور، بالإضافة إلى أنها كانت مستوفية لكل الشروط القانونية، مبينا أن معصوم واقع تحت ضغط كردي من أجل الحصول على مكاسب مالية للإقليم. وكانت رئاسة الجمهورية قد أرسلت قانون الموازنة العامة لنشره في جريدة الوقائع الرسمية. مستشار الرئاسة أمير الكناني خلال مؤتمر صحفي ذكر أن الرئيس فؤاد معصوم وجه بإرسال القانون إلى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع الرسمية دون المصادقة عليه. وصوت مجلس النواب في 3 آذار الحالي على قانون الموازنة الاتحادية. من جهتها أعلنت وزارة العدل إنهاء جميع التدقيقات النصية اللازمة لنشر الموازنة المالية للعام 2018 بعد وصولها دون مصادقة رئيس الجمهورية، فيما أشارت العدل إلى عقد اجتماع مشترك مع ممثلي وزارة المالية لتدقيق الجداول المدرجة في القانون وحسب ضوابط نشر قانون الموازنة في كل عام. وأوضحت الوزارة أنها في المراحل النهائية لإعداد الطبعة الخاصة للجريدة الرسمية المتضمنة نشر الموازنة. حذرت حركة تغيير الكردية من تنفيذ حكومة كردستان خطة ضد موظفي الإقليم تتضمن تسليم الرواتب لشهر أو لشهرين حين إجراء الانتخابات، ثم تقطع بحجج غير مقنعة. عضوة الحركة النائبة شيرين رضا قالت أن حكومة الإقليم فاسدة ومتسلطة ويجب عدم الاعتراف بها، مطالبة الحكومة الاتحادية بتسليم الرواتب بشكل مباشر دون تسليمها إلى حكومة الإقليم. يواصل موظفو إقليم كردستان اعتصاماتهم المفتوحة احتجاجا على نظام الادخار الذي تتبعه حكومة نجرفان بارزاني رغم تلويح الأخير باستخدام القوة لمنعها. اعتصامات مفتوحة، تعليم متوقف، برلمان معطل، حكومة منهارة، هكذا هو الحال في إقليم كردستان الذي لم يعرف الاستقرار منذ إجرائه الاستفتاء. التظاهرات الرافضة لسياسة الادخار الإجباري الذي تتبعه حكومة نجرفان بارزاني مستمرة رغم تلويح الأخير باستخدام القوة لمنعها، تلويح ردت عليه الأمم المتحدة بالقلق وأشارت إلى أن هناك تقارير تفيد باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في محافظات إقليم كردستان. أما حركة تغيير توقعت سقوط حكومة بارزاني مع تزايد الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد وسرقة رواتب الموظفين، مشيرة إلى أن الحياة العامة في الإقليم دخلت في شلل تام بعد إضراب الموظفين، حيث أغلقت جميع المدارس والمستشفيات والدوائر الخدمية أبوابها. الجماعة الإسلامية من جهتها أشارت إلى أن بارزاني أعطى الضوء الأخضر للبلطجية والعصابات بقمع التظاهرات واختطاف المتظاهرين. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين وثق 78 تجاوزا وانتهاكا ارتكبته قوات الأسايش ضد 48 صحفيا ومؤسسة إعلامية وقناة فضائية
تنوعت بين اعتقالات واعتداء بالضرب ومنع من التغطية ومصادرة أجهزة العمل الصحفي. هذا وبدأت رقعة الاعتصامات والإضرابات في الإقليم بالاتساع والتلويح بتحويل تلك الاعتصامات إلى عصيان مدني. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده بدخول قضاء سنجار شمالي العراق في أي وقت لإنهاء وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني. أردوغان أعلن عن بدء التحضيرات العسكرية ضد المسلحين الأكراد في عين العرب وتل أبيض وصولا للحدود العراقية. هذا وكان مجلس الأمن القومي التركي أشار إلى إمكانية تدخل تركيا عسكريا في قضاء سنجار والمناطق القريبة منه. تزايد أعداد فلول داعش الإرهابية في المناطق الصحراوية والحدودية في محافظة الأنبار أثار قلق الشارع الأنباري ومخاوفه من عودة الإرهاب إلى المناطق الآمنة. أوساط سياسية وشعبية أكدت أن تواجد القوات الأمريكية يشكل ملاذا آمنا للإرهابيين. تصاعدت في الآونة الأخيرة نسبة الخروقات الأمنية في المناطق الصحراوية والحدودية. المواطنون في الرمادي أعربوا عن استيائهم من وجود القوات الأمريكية وهيمنتها على العديد من المناطق الاستراتيجية التي تشهد حراكا لعصابات داعش الإرهابي وتشكيلها خطرا على المناطق الآمنة. صارت تحشد العشائر والقوات الامنيه، فلما القوات الامريكيه منعتهم من الدخول للصحراء فنعرف السبب ليش. يعني اكو مؤامره ثانيه جزء عمليه الرمادي، يعني ميدو مدينه يعني تتطور، يعني فاحنا نطالب بخروج القوات الامنيه من محافظه الانبار. القوات الامنيه تطلع على كلها بالصحراء، هم متعايشين بالصحراء ويمنعونهم الامريكان، ليش السبب شنو؟ نريد نعرف السبب شنو، يعني ليش؟ يعني التهجير، هم يريدوننا نتهجر، احنا رجعنا هبه بدينا من الصفر، يعني انتهينا، يعني لو نعرف نموت احنا والله ما نطلع، ابد ما نطلع، بس نريد نعرف السبب، يعني القوات الامنيه ليش يمنعون الامريكان، ليش يمنعونهم. مجلس محافظه الانبار اعرب عن قلقه من تزايد اعداد داعش الارهابي في المناطق الحدوديه والطرق الخارجيه والصحراويه، سيما في المناطق التي تتواجد فيها قوات امريكيه قتاليه، معربا عن خشيته من وجود تناغم وتبادل الأدوار للتأثير على الاستقرار الأمني وتنفيذ أجندات استراتيجية تخدم الأمريكان في المنطقة على حد قوله. لا زال تواجد التحالف الدولي على الأرض يشكل حقيقة مصدر قلق لنا كمحافظة، لأنه جميع ما قام به ربما بوقت سابق أو أغلب ما قام به بوقت سابق حقيقة كانت مقلقة وكانت بنظرنا يعني كمراقبين للوضع الأمني كانت مقلقة، على اعتبار أن كثير من الجدل دار حول دعم قوات التحالف الدولي إلى عصابات داعش المجرمة في كثير من مناطق المحافظة. وجود القوات الأمريكية ضمن اتفاقيات أمنية يجب أن يعاد النظر فيها، سيما بعد انتهاء الأسباب التي دعت إلى توقيع تلك الاتفاقيات والعودة إلى مسك زمام الأمور وتطهير جميع الأماكن التي يتواجد فيها الإرهاب ومن يقف وراءهم. تزايد تحركات وتواجد القوات الأمريكية في المناطق الغربية من المحافظة بات يشكل مصدر قلق وخطر على الأمن والاستقرار، سيما مع تواجد أعداد كبيرة من داعش الإرهابي بالقرب من أماكن تواجدهم. من الأنبار سعد الحاج، بلاد الفضائية. دعا الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية إلى ضرورة إنصاف المرأة والنهوض بواقعها بما يتلائم مع حجمها الإنساني. الدكتور الجعفري وفي كلمة ألقاها بحفل أقامته وزارة الخارجية في مناسبة يوم المرأة شدد على أهمية أن تأخذ المرأة حقها مثمنا دورها في مختلف مفاصل المجتمع. المرأة وكثير من الاحتفالات في كل عام تعقد، وهذا شيء رائع أن يعتنى بالمرأة بتاريخها ومكانتها ويطالب بحقوقها المشروعة. المرأة لا تختزل في البيت، على أن البيت مؤسسة، أنا لا أفهم البيت بعيد عن المؤسسة، البيت مصنع وأبطال ومصنع الرجال والنساء ومصنع الشباب والشابات، البيت مو مسؤولية بسيطة. أنا يعني إذا ضاقت المرأة وغلقت
غلقت الجامعات وأبوابها بوجه المرأة، فما ليس لها إلا أن تكون ربة بيت، كأنه في قضية هامشية. وأي واحد بالعالم تسنم موقع القمة في مجال التصدي عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بمعزل عن أثر المرأة، زوجة كانت أم أما أم بنتا أم أختا. بعد أن كانت مكبة للنفايات طيلة 8 سنوات، تم افتتاح مدرسة الخلد بجهود وتعاون تيار الإصلاح الوطني مع أهالي النعرية لتنتهي معاناة الدوام الثلاثي. علي رمضان والتفاصيل. بجهود شخصية من أهالي النعارية ومؤسسة تربويون لتيار الإصلاح الوطني، تم افتتاح مدرسة الخلد التي كانت مهملة ل8 سنوات، وأنهاء ضغوطات الدوام الثلاثي الذي كانت تعانيه مدارس الحي والطلبة والأهالي بسبب ذلك. تم إقامة حملة إعادة تأهيل هذه البناية، وبفترة قصيرة تم إنجازها وإشغالها، وبالتالي تم القضاء على الدوام الثلاثي في منطقة بغداد الجديدة ضمن قاطع تربية بغداد الرصافة الثانية، وفك الازدحامات داخل الصفوف في هذا القاطع. نحن حقيقة نشخص أن هناك إهمال لقطاع التربية إهمالا كبيرا، لا توجد هناك إرادة حقيقية للنهوض وإطلاق مشروع خاص ببناء المدارس. هناك مجموعة من المدارس وحيلت من قبل وزارة التربية، لا زالت عالقة ما بين التربية والمالية ووزارة الصناعة. هذا في الواقع عقد خلافي، يوم موارد متواضعة لأولياء أمور الطلبة باشر وبادر بتأهيل وإعادة الحياة لهذه المدرسة التي كانت مكبة للنفايات وكانت مهولة بالكامل. شخصيات أخرى كانت داعمة لإنعاش هذه المدرسة وتخليصها من النفايات بجهد استثنائي تحت عنوان التبرع والتأهيل الذاتي، بعد أن يئست من تخصيصات الحكومة الخجولة للتربية والتعليم. لم نقف مكتوفي الأيدي، إنما تم اللقاء الأولي مع مجلس أولياء أمور طلبة في هذا المكان. كانت 6 مدارس أولياء أمور طلبة 6 مدارس، وأعلن في الجلسة وقتها أن يكون هنالك فتح لباب التبرع وإن كان جهد بسيط، لكن ما شاء الله بدأت الجهود وبدأ التوافد إلى التبرع أثمرت على هذا النتاج البسيط، وبالتالي تم إعادة الطلبة التلاميذ من مدارس الاستضافة إلى مدرستهم الأم. كل ما قدم وكل ما يقدم لا يتناغم مع حجم المشكلة. احنا هذا اليوم كانت المدرسة تداوم مع مدرسة دوامها ثلاثي، يعني فكينا مشكلة عندما فتحنا هذه المدرسة. فاحنا طالب من السيد رئيس الوزراء انه اهتمام بالجانب التربوي وفتح التخصيصات لجوانب التربوية، لانه بعد سنة او سنتين راح تحل كارثة بالجانب التربوي. مدارس اخرى كثيرة تنتظر حملات التبرع الاهلية وعلامة استفهام كبرى تحيط بالتخصيصات الحكومية ونقص الابنية المدرسية، وبالتالي اللجوء الى آلية الدوام الثنائي والثلاثي الذي يهدد المستويات العلمية ومستقبل أجيال بأكملها. وبافتتاح هذه المدرسة وبجهود شخصية من الأهالي تنتهي معاناة أهالي المنطقة والطلبة والكوادر التدريسية، وتنتهي مأساة الدوام الثلاثي بعد أن كانت هذه المدرسة متروكة ل8 سنوات تحولت فيه إلى مكب للنفايات. لبلاد الفضائية، علي رمضان، بغداد. معاناة مريرة يعيشها الواقع التربوي في مدينة الموصل، خاصة بعد إلحاق أضرار مادية كبيرة في مدارس المدينة جراء العمليات العسكرية ضد داعش الإرهابي. معنيون طالبوا بضرورة إعادة إعمار المدارس المتضررة، وذلك لكثرة أعداد الطلاب. أكثر من 75 مدرسة طحنتها الحرب على داعش في الموصل، 50 منها في الجانب الأيمن من المدينة، مما جعل آلاف الطلبة يمرون بأسوأ عام دراسي، ولا تزال مدارس المدينة القديمة خارج كل هذه الحسابات والأرقام حتى الآن. يعني عندنا طلاب الجانب الأيمن معاناة كبيرة، يعني في المدرسة الواحدة تقريبا 3 مدارس تداوم، وواقع كان صعب جدا من بداية السنة، يعني لا أبواب لا شبابيك، فالواقع التعليمي بشكل متدني. يعني هسع مدرسة ابن سينا ومدرسة سعد ومحو أمية، وعدنا نستقبل الطلبة مدرسة الإيمان ما مفتحها. مدرسة سعد بن أبي وقاص هي إحدى مدارس الجانب الأيمن، شاهد من شواهد هذه المعاناة، صفوفها بلا أبواب،
ونوافذها بلا زجاج، ولا تزال آثار الحرب على جدرانها. وبالرغم من ذلك كله، إلا أن بناية هذه المدرسة تستخدمها ثلاث مدارس أخرى، لأن باقي مدارس الحي قد دمرتها الحرب. وعلى هذه الحالة تكون الصورة. هسه احنا نداوم مدرسة سعد، يعني دوامين، ولاحظت انت انه الشبابيك والابواب مكسرة، يعني مهشمة بشكل كامل. مياه نفتقد الى المياه، المنظمات ساعدنا نعم بس بالمياه، احنا بأمس الحاجة هسه واصعب يعني مرحلة امتحانية نمر بها احنا. علما ان المدارس المهدمة في محافظة نينوى لحد الآن 76 مدرسة، ما يقارب نسبة 80% في الساحل الأيمن، وذلك ما عدا المدينة القديمة، وذلك لأن لحد الآن تجرى الكشوفات للمدينة القديمة وتقييم الأضرار بها. وبالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على تحرير الموصل، إلا أن الوضع الدراسي فيها لا يزال تعيسا. هؤلاء الأطفال قضوا 3 سنوات من الحصار، ورابعة أكملوها بين نيران الحرب وبرد هذه الصفوف. حال هذه المدرسة يصف حال عشرات المدارس في الجانب الأيمن، ويحكي معاناة آلاف الطلبة. لقناة بلاد الفضائية من الموصل، محمود الجماس. أجريت أولى عمليات القلب المفتوح المعقدة وبالتنسيق مع كوادر طبية هندية في محافظة بابل، وعلى الرغم من هذا النجاح إلا أن المؤسسات الصحية تواجه مشكلة نقص الكوادر بسبب التنقلات التي تتم لإرضاءات انتخابية وسياسية. هي التجربة الأولى من نوعها في العراق لعمليات القلب المفتوح المعقدة، والتي تخوضها مستشفى الإمام الصادق عليه السلام. كان سابقا يضطر المرضى للتوجه لخارج العراق لإجرائها بمبالغ كبيرة، وفد طبي هندي استقدم لإجراء هذه العمليات بالتنسيق مع الكوادر الطبية العراقية. الآن تم استخدامهم إلى مراكزنا اللي هو مستشفى فورتي، مستشفى في دولة الهند حقيقة، مع كوادر جراحي وتخديرة وكوادر. العمل مفتوح. شيباجي from Fortis Hospital Mumbai India. ستاندرد مال المستشفى، مستوى المستشفى رفيع جدا ومستوى عالي من التجهيز والكفاءة، لكن هو يسعى إلى تطوير بعض العناصر الفنية والبشرية حتى يقدر يوصل بها إلى المستويات العالمية، إلى أعلى مستويات عالمية. Those who are simple, we will do it here. تواجه هذه المستشفى وغيرها نقصا في الملاكات الطبية بسبب نقل الصلاحيات، والذي يجيز لديوان المحافظة نقل الكوادر الطبية وإلزام الصحة بتطبيق ذلك. أغلب التنقلات تتم لإرضاءات انتخابية وسياسية. ما يخفى على جنابك انه بالفترة الأخيرة يعني اكو بعض الدربكة بسبب يعني بعض التنقلات او ما شابه مثل ما طرحت حضرتك، لانه للأسف ابتداء هو الكادر لو كان يكون متصدي اللي هو كلامي ما يحتاج يلجأ يطرق باب نورس او احمد، يعني لو راد يكون متصدي بدليل هسه يمكن انا الفريق اللي شفته بالمستشفى يمكن تلقى بعض الاخوان والاخوات بيوتهم ابعد من ناس يمكن هنا عبر الشارع مال المستشفى ويجي الذرة عنه. انا بالنسبه لي او انفذ اوامر اداريه، ربما تكون هناك ضغوط على الدائره او شيء، انا بالنسبه لي تجيني اوامر اداريه بالتنقلات علي بتنفيذها. الممرض طبعا لما اكو 5 ممرضين يديرون ردها اكيد افضل من ممرض واحد، راح يكون تعب عليهم اقل، فاكيد يشكون. والله هذا السؤال ينسأل يعني الى جهات عليا اعلى من عندي. انتخابات ما اثرت عليكم؟ ما اقدر اجاوبك جواب، انا بالنسبه لي تجيني اوامر اداريه وانفذها واتمدد على قد غطايا. يعني تكون محرج حضرتك؟ ممكن. حقيقه هذه الدائره ابتليت بكثره الوساطات، و يعني الموظفين اصبح اليوم اينما يريد هذا الموظف ان يداوم في اي دائره اللي تعجبه يجي يداوم بها، وذلك من خلال توسط المسؤولين. واليوم الجو عامر بالانتخابات والباب مفتوحة على مصراعها في النقل والضغط على دائرة صحة بابل، وحقيقة اليوم أصبح رئيس دائرة صحة بابل مبتلى وبالأحرى مجرد من قرار النقل، لأنه نقل الصلاحيات وسحب الصلاحيات. هذه الأجهزة المغطاة جاهزة للعمل، لكن الكوادر غابت. دائرة الصحة تتحدث عن عمل مستمر،
داخل هذه المستشفى وأن العمليات ستستمر رغم الضغوطات التي تمارس. ويعتبر مركز الجراحة القلبية من أهم المراكز الحيوية التي تدخل مباشرة بحياة المواطنين. الأمر أيضا يتطلب مزيدا من الجهود والكوادر التمريضية التي تفتقد إليها المستشفى لأسباب سياسية وضغط من قبل جهات متنفذة على دائرة صحة بابل. من داخل مستشفى الإمام الصادق عليه السلام في الحل أحمد عماد، قناة بلادي. بمشاركة 600 دار نشر من مختلف الجنسيات انطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب. إصدارات مؤسسات بلاد الثقافية كانت حاضرة في هذا المحفل الفكري بأبرز العناوين والاختصاصات. رؤى الشمري والتفصيلات أكثر. رفيق غابت نسخته الأصلية بعد أن عزفت داره عن الطباعة، واليوم نزل بقوة ليستقطب ذويه ومحبيه. إنه الكتاب الذي كان ولا زال خير جليس في الزمان في معرض بغداد الدولي للكتاب، حيث تصدرت إصدارات مؤسسات بلاد الثقافية بأبرز العناوين وبمختلف الاختصاصات. الدورة 2018 معرض بغداد الدولي، حضرنا طبعا مجموعة بلادي الإعلام، مؤسسة الكتاب تحتوي على كتب الدكتور إبراهيم الجعفري الثقافية والفنية الثقافية، ومجموعة مركز بلادي للإعلام اللي هو كتب سياسية، وتجمع فنانين العراق أكيد لتجمع فني، بالإضافة إلى مركز الوطن للدراسات والأبحاث الاستراتيجية اللي هو استبيان. يعني إصدارات عربية رصينة تراوحت بين أدبية وفكرية وسياسية واجتماعية وعلمية ونفسية بنسخها الأصلية، شاركت بها عدد من الدول العربية. الأخيرة أكدت أن مشاركتها اليوم هدفها تعزيز المحبة وتوطيد العلاقات بينهم وبين العراق. سعدنا وتشرفنا في هذه المشاركة التي تعتبر المشاركة الأولى بعد انقطاع 29 عاما. الكويت ساهمت وتحاول أن من خلال مشاركتها إنجاح هذه التظاهرة الثقافية والعرس الثقافي المتميز. قدمنا ومعنا أكثر من 350 عنوان من إصدارات المجلس الوطني المتنوعة من سلاسل وكتب ثقافية متنوعة. يعني من خلال مجموعة إصداراتنا هنا في مشاركنا بها في هذا المعرض، هي جميعها تصب في التعريف القارئ العربي والإسهام في نشر الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة، إضافة إلى الدراسات والبحوث المعاصرة. ولم تستطع الظروف المرة التي عاشها العراق محو الوعي الثقافي في البلاد، إذ بالعكس زاد عدد القراء وعشاق الكتاب، خصوصا أن الأسعار رمزية ومدعومة محليا ودوليا. إن قيل روضة فهي أجمل، وإن قيل ورود وعطور فهي أزهر، إنها ساحة الكتاب، كل ما لذ وطاب للعقل والنفس والروح موجود فيها. أنا تخصصي أدب، فأكثر ما استهوتني الكتب الأدبية الحديثة. وجدت هذه المرة كتاب الدكتور حسين في الشعر الجاهلي، الطبعة الأصلية، وهذه الطبعة نادرة حقيقة. كل السعيد اليوم موجود هذه الطبعة ودخولها إلى العراق، وهذا العام أنا أشوف أن الكتب بأسعار مناسبة. ملحمة الكتاب شمعة توقد السلم والحب في بلد لطالما دافع من أجل حرية الإنسان وفكره. من بغداد، رؤى الشمري، بلاد الفضائية. مشاهدينا الكرام، هذه النشرة مستمرة وتشاهدون فيها أيضا. الدفاع الروسي تؤكد خروج 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنات الإنسانية. صاروخ يمني ثان من نوعه يقصف شركة أرامكو النفطية السعودية في جيزان. من جديد، أهلا بكم إقليميا ودوليا وتحديدا في الملف الفلسطيني. انطلق الفلسطينيون صباح اليوم بمسيرات العودة الكبرى إحياء لذكرى يوم الأرض، متوجهين إلى النقاط الحدودية مع الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة. مراسل بلادي قال إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز نحو المتظاهرين على الحدود الشرقية لرفح جنوب القطاع
أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المشاركين. وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية دعت الشعب إلى المشاركة الواسعة في فعالية المسيرة، مشددة على التمسك بالأرض والمقاومة كخيار للتحرير واستعادة الحقوق وتبديد وهم الاحتلال. وخلال مشاركته في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تمسك الشعب بعدم التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، مشددا على أنه لا بديل عن فلسطين ولا اعتراف بالكيان الإسرائيلي ولا حل إلا بالعودة. اليوم نؤكد لترامب ولصفقته الهابطة ولكل من يقف مع هذه الصفقة التآمرية، شعبنا اليوم خرج ليقول لترامب لا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة. العودة لفلسطين ولكل فلسطين، لا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرض فلسطين المباركة. وينضم إلينا الآن مباشرة من غزة مراسلنا جبريل أبو كميل. أهلا بك زميلي جبريل، بداية حدثنا عن تفاصيل مسيرات العودة بمناسبة يوم الأرض وأيضا نسبة المشاركة فيها، تفضل. نعم، نبدأ من حيث عدد المصابين، حيث بلغ عدد المصابين في هذه المظاهرات أكثر من 90 إصابة نتيجة إطلاق النار المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين شرق غزة، وكذلك شهيدان حتى هذه اللحظة. المسيرات المتواصلة منذ صباح هذا اليوم، زحف جماهيري كبير، بلغ عدد كبير من المشاركين في هذه المظاهرات أكثر من 20,000 من المتظاهرين وصلوا قبل صلاة الجمعة، ولكن بعد صلاة الجمعة التي تنتهي في هذه اللحظات سينطلق مئات الألاف إلى شرق حدود غزة مع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركة في هذه المسيرات، مسيرات العودة الكبرى. في هذه الأثناء بلغنا خبر بأن شهيد ثالث أضيف إلى سلسلة الشهداء الذين سقطوا منذ ساعات الصباح الأولى في هذه المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة خلال المشاركة في مسيرات العودة الكبرى. في هذه الأثناء تنطلق المسيرات كذلك إلى المنطقة الشرقية من قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يشارك هؤلاء المواطنين الفلسطينيين في هذه المسيرات، مسيرات العودة الكبرى، لإرسال رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية في جمعة الغضب هذه وفي إحياء ذكرى يوم الأرض، بأن الأرض الفلسطينية هي ستبقى فلسطينية حرة عربية، وأن لا اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإنما ستبقى القدس عاصمة للفلسطينيين، وأن حقوق الفلسطينية ثابتة بالعودة إلى أراضيهم المحتلة عام 48. خرج مع هؤلاء المتظاهرين قيادات من الفصائل الفلسطينية ومن الصف الأول من قيادات الفلسطينية، حيث وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من ساعات الصباح الأولى إلى شرق غزة للمشاركة في هذه المسيرات كباقي قيادات الفصائل الفلسطينية من حركة الجهاد الإسلامي وحركة فتح والجبهات الشعبية والديمقراطية لمشاركة المواطنين الفلسطينيين في هذه المسيرات، مسيرات العودة الكبرى التي ستستمر لعدة أيام شرق غزة، حيث نصب الفلسطينيون قيام للمبيت على حدود غزة مع الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل التهديدات الإسرائيلية متواصلة وانتشار مكثف لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة، والقناصة الإسرائيلية بدأت من ساعات الصباح بإطلاق الرصاص صوب المتظاهرين لثنيهم عن الوصول، لكن المتظاهرين مصرون على الوصول للمنطقة الشرقية الحدودية للقطاع للتظاهر والتعبير عن حالة التمسك الشعبي الكبير بالحقوق الفلسطينية الثابتة. نعم، إذن كان معي مباشرة من غزة مراسلنا جبريل أبو كميل، أشكر لك هذا التواصل وأتمنى لكم السلامة والأمان، شكرا جزيلا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج 143,000 شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنات الإنسانية.
الوزارة أشارت إلى أن سكان مدينة دوما في الغوطة يطالبون مسلحي ما يعرف بجيش الإسلام قبول شروط الجيش السوري لتسوية الوضع في المدينة. هذا وأمنت وحدة الجيش خروج الدفعة السادسة للمدنيين من الغوطة باتجاه ريف حلب. وفي سوريا أيضا أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تحتاج لها، معربا عن أمله في أن يسهم اجتماع أستانا المقبل بتنفيذ اتفاقات خفض التصعيد. محادثاتنا اليوم كانت كيف يمكن أن نزيد وصول المساعدة الإنسانية، والأمم المتحدة جاهزة لذلك والمشاركة في هذا الأمر، وأنه نحشد جهودنا في دمشق والمناطق الأخرى لتلك المناطق التي يمكن أن نصل إليها، ونحاول أن نساعد كم أكبر عدد من الناس. نحتاج لمنافذ لكي قوافلنا وموظفونا يعبروا لتلك المناطق، وبحثنا ذلك مع السيد لافروف مع السيد شويغو. حصلنا على المنافذ الإنسانية، يجب أن نكون أسرع في ذلك معا، ولكن ليس هناك من سبب ألا نرقب الأفق السياسي بالنسبة للشعب السوري، وبالتالي أستانا لديها دور وهو خفض التصعيد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستغادر الأراضي السورية قريبا. ترامب وفي خطاب ألقاه بولاية أوهايو أكد أن القوات الأمريكية ستعود قريبا تاركة الوضع إلى دول أخرى، مبينا أن الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط دون أن تجني شيئا بحسب قوله. من جانبها نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون لديها أي معلومات بشأن خطط لسحب القوات الأمريكية من سوريا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت تعقيبا على تصريح ترامب في أوهايو: ليس لدى وزارة الخارجية أي علم بما قاله ترامب بخصوص سحب القوات الأمريكية من سوريا، موضحة أنها لن تعلق على شيء لم تسمع به. وفي اليمن أطلقت القوى الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخا باليستيا قصير المدى من نوع بدر واحد على شركة أرامكو النفطية في جيزان السعودية، ويعتبر الصاروخ الثاني من النوع ذاته الذي يستهدف الشركة السعودية النفطية خلال أسبوع واحد. وكانت القوة الصاروخية لأنصار الله أطلقت 7 صواريخ متنوعة استهدفت مطارات ومنشآت حكومية في الرياض وجيزان. اقتحمت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات للتحالف السعودي في سلسلة جبال البياض في جبهة نهم شرقي صنعاء. مصادر أمنية يمنية أشارت إلى أن القوات اليمنية واللجان الشعبية سيطرت على تلك المواقع بعد اشتباكات عنيفة انتهت بسيطرة القوات اليمنية على تجمعات التحالف السعودي واغتنام أسلحتهم. وفي ردود الفعل الإيراني تجاه كل هذه الأحداث، تتوالى المواقف الإيرانية الرافضة لاستمرار المزاعم السعودية حول دعم إيران بالصواريخ لليمن، حيث عد مسؤولون إيرانيون هذه المزاعم بأنها محاولة لتبرير الهزائم الميدانية للتحالف السعودي في اليمن. لم تكن هي المرة الأولى تتهم السعودية إيران بدعم اليمنيين بالسلاح والصواريخ. بحسب الرؤية الإيرانية، في مستهل مرور 4 أعوام على العدوان السعودي وعدم تحقيق أي تقدم على الأرض، بات اتهام الإيرانيين بالتدخل في اليمن أسهل طريقة لحكام الرياض لتبرير الهزائم في الميدان رغم الإمكانات والأسلحة المتطورة الهائلة وفرض حصار جوي وبري وبحري على الشعب اليمني. بعد كل الهزائم والإخفاقات، عسكري سعودي يخاطب إيران بلغة تحذيرية ويلوح بتوجيه ضربة موجعة لطهران.
أمنيات تصفها الخارجية هنا بالأوهام. إن السعودية ليست في موقع وظروف يمكنها أن تنفذ أوهامها. إن أبسط درس كان من المتوقع أن يتعلمه حكام الرياض من الحرب مع الشعب اليمني الأعزل هو الخروج إلى حد ما من جميع أوهامهم وإدراك أن لا يمكن تحقيق الأمن والقوة عبر الاعتماد على صفقات السلاح المستوردة. أمام ما يفقأ العين من وقائع عنيدة تلتفت السعودية بهذه المزاعم والاتهامات لحرف الأنظار عن جرائمها في اليمن باتجاه إيران، كما أشار له مساعد القائد العام للحرس الثوري، هدف يلقى استحسانا في أروقة ترامب وإدارته، تحريض ضد إيران في المجتمع الدولي، لكن من دون تقديم الأدلة والمستندات. لا شك لو كانت السعودية تمتلك أدلة دامغة ضد إيران لقدمتها لمجلس الأمن، أما بث صور لبقايا صواريخ مدمرة حتى وإن كانت غير مفبركة، هذه الصور ليست أدلة قانونية. الجمهورية الإسلامية تبيع السلاح لكثير من الدول، ربما هذه الصواريخ دخلت إلى اليمن من مجرى آخر. كانت ولا زالت تؤكد طهران أن التسوية في اليمن لا بد أن تمر عبر القنوات الدولية والالتزامات القانونية التي ترتكز على ركنين أساسيين، وقف العدوان والحوار الشامل بين الأطراف اليمنية، موقف وإن حظى بتأييد كثير من دول العالم والمنظمات الإنسانية وحتى الأمم المتحدة، إلا أنه لم يرى النور لتعارضه مع مصالح الدول الداعمة للعدوان. وفق رؤية طهران، التهرب السعودي من المأزق اليمني بالتهجم على إيران لا ينقذ حكام الرياض من المستنقع، فعليهم أن يعيدوا النظر في مواقفهم وطريقة تعاملهم مع الأزمات الإقليمية إن أرادوا النجاة. عقيل عادل، قناة بلادي، طهران. تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في وقت أشارت فيه تقديرات إلى أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 34%. وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لفرز الأصوات تقدما كبيرا لصالح عبد الفتاح السيسي على منافسه الوحيد موسى مصطفى، فيما وصف السيسي عملية التصويت بأنها دليل على قوة الإرادة لدى الشعب المصري. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عزم موسكو طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا ردا بالمثل على خطوة واشنطن. لافروف وفي مؤتمر صحفي مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا في موسكو أكد أيضا إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرغ. طرد نفس العدد من الدبلوماسيين وأيضا وقف عمل القنصلية في سان بطرسبرغ. أما بالنسبة للدول الأخرى فأيضا سيكون رد مكافئ، وبخصوص عدد الشخصيات التي سوف تغادر روسيا الاتحادية من البعثات الدبلوماسية فهذا هو ما يتم إلى هذه اللحظة. ومرة أخرى أود أن أؤكد بأننا بموازاة ذلك نحن نود أن نرد على كل التصرفات التي تستخدم باتجاهنا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وتحت ادعاء عملية أو قضية سكريبال. إذن مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذه الساعة، والختام التذكير بما جاء في هذه النشرة من عناوين. المفوضية تتوعد بعقوبات ضد المرشحين للانتخابات في حال حصولهم على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية. تيار الإصلاح الوطني يواصل ندواته التثقيفية لرفع الوعي الانتخابي ويشدد على أهمية دور الشباب في التغيير.
تركيا تجدد تهديدها دخول قضاء سنجار في أي وقت بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني. مسيرات العودة الكبرى أحياء لذكرى يوم الأرض تعم مدينة غزة، وهنية يجدد رفض المقاومة للمساومة والاعتراف بالكيان الإسرائيلي.